الخبر الأول اللي عدنا عن قمر مار والأسئلة النارية اللي سألوه إياه، فقمر نزلت هذا المقطع ويا قناة عائلة أحمد سالي واللي سألوه بها أسئلة هواية نارية. فأول سؤال سألوها يا حبايب، هل ممكن أن تفترقين عن نور مار وتروحين شخص ثاني؟ فهي ردت إنه لا. شوف شنو ردها. أوكي، ممكن تتركي صداعة نور وتنحاز لطرف ثاني؟ أكيد. متأكدة؟ لا أقسم بالله، لا أقسم بالله. وبالنسبة لثاني شغلة يا حبايب، فسألوها انه هل نور مار حاليا دي مر بعلاقة حب، يعني عندها حبيبة؟ فهي ردت لا. فشوفوا الرد مالتها. بتحسي انه نور مار بحب وحدة؟ هلا حسب معرفتي لا. وبالنسبة الثالث شيء والاخير، سألوها هذا هل ممكن تعتزل السوشيال ميديا؟ فهي ردت ممكن هذا الشيء انه يصير. تحسي انك ممكن تعتزل السوشيال ميديا؟ ممكن ما بعرف شو بصير المستقبل الان. انتقل حاليا لأسو شلون صارت أمها، فسوزت شوية ستوريات، وهذه الستوريات كانت تقول بيها أن أمها صارها من مبارحة بالمستشفى وكل عائلتها حاليا حزين على هذا الموضوع، فالله يشفيها يا رب وإن شاء الله تتحسن بسرعة. وقت راح تقوم الستوريات مالت تشوفوها. وحبايب قلبي طبعا شكرا لكل واحد سأل ودعا الماما، أحبكم كوما وشكرا لدعائكم. طبعا مام بعدها مريضة بالمستشفى، البارحة باتت بيها وما نعرف متى تطلع، فأتمنى تستمر نو بدعاكم إلها بليز، لأ مام شوية هم تعبانة وإن شاء الله بس تصير زينة إن شاء الله أقول لكم، وبس تطلع يعني يرجع كل شيء تمام، لأن جد كلتنا ضايجين وما نخلق نسوي أي شيء لأن بالنا يا ماما. ننتقل حاليا للمتابعين وتهجمهم على نور ستار اللي نزلت على حسبها بالتيك توك. هذا المقطع شوية غريب، فنور ستار بهذا المقطع كانت مشغلة موسيقى وتتبع الكاميرا وشوي شوي صارت تدمع عيونها ونوعا ما قاعدة تبكي. هذا الشيء اللي خلى كل التعليقات فعليا تقول انه هذه الدموع حقيقيين او لا، واللي قاعدين يتهجمون عليها من طرف ناري نبيوستي، خاصة من امبارحة انه صار نوعا ما بقصة مرام علي والتحريض اللي صار على نور ستار من ناري نبيوتي. مثل ما شفتوا المقطع يا حبايب، اكتبوا لنا احباب بالكومنتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. وننتقل حاليا لمريانا غريب ووصول قناتها باليوتيوب اللي هي كافيين ل 800,000 متابع، فان شاء الله الف مبروك، اقبال 10 مليون يا رب، ما بخش طبعا على المليون. تنسوني يا حبايب نسبر كلها بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا لفضيحه كريستينا وبيسان تيكت اللي نزلت كريستينا هذا المقطع على حسبها بالانستغرام اللي كانوا يرقصون بيث نوعا ما بملابس كلش قصيره وشوي طالع من صدرها وايضا ملابسها كلش 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 قصيره. هذا خلي يكون الكومنتات قاعدين يسبوها ويتهجمون عليها بسبب هذا الشيء. فمثل ما شفتوا المقطع يا حبايب، اكتبوا لنا بالكومنتات هل يستحقون التهجم او لا. وصلوا هنا وصلت المقطع في المقطع شوفكم. طبعا نزلت مقطع على قناة سارة يا حبايب، المشافي روح شوفها، سألت سارة اسئلة قوش نارية، فروح شوفوها وبس، مع السلامة.